العدل سلاحك لا تظلم، فالظلم عواقبه مرة، والكبر لإبليس صفة، للذل طريق مختصرة. اذكر طفلا تحت جدار وحديد قد أثقل صدره، لا تنس دماء قد سالت ووجوه نساء مغبرة، لا تنس دماء قد سالت ووجوه نساء مغبرة. تخرجت من معهد الفتح الإسلامي بدمشق عام 2009. طبعا بنفس السنة توظفت في مديرية أوقاف درعا والسويداء. بعام 2013 قررت أنه أني أترك مديرية الأوقاف بعد ما كانت صارت ضغوطات كبيرة جدا، خوف الاعتقال، خوف من كل شيء محيط فيك، وبدأت على الفور بكثير من الأعمال المدنية. تشكلت بعام 2014 كانت نواة جمعية البركة الخيرية في مدينة داعل، وكنت من المؤسسين، وما زلت إلى هذا اليوم عضو في مجلس الإدارة في جمعية البركة الخيرية. وبعد ذلك في هذا العام نفسه كنت قد اقترحت على مجلس محافظة درعا الحرة بتشكيل مديرية أوقاف، وتم تشكيل من قبل مجلس محافظة درعا الحرة هيئة عامة للأوقاف، وتم تكليفي من قبل مدير الأوقاف مباشرة باليوم ذاته بأنه أني أكون نائب لمدير الأوقاف الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة درعا الحرة، وما زلت حتى هذا اليوم أنا نائب لمدير الأوقاف. كانت هناك أعمال كثيرة قمنا بها أيضا بما يخص جمعيات كفالة أيتام، وبما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، فكنت دائما أنا يعني أضم صوتي إلى صوتهم وأكون دائما صوت لهم أمام كل العالم، وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن قادرين على أن إن شاء الله نكون صوتهم، وعلى أنه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلنا ممن يتحمل هذه الأمانة. يا هلا الدير اسمعوني، الشجاعة من صفاتي، حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي، حياتي حياتي، في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي، في علمها كفنوني كفنوني كفنوني، هذه أغلى أمنياتي، هذه أغلى أمنياتي.